ميندي، ممكن أنضم ليكم؟ يايكس، وحشة. ابعدوا. برا. لازم توجهوني. أميرة، دول مشيوا. أنت الأجمل فيهم كلهم؟ دي مش أنا. أوتش، المراهقة حاجة صعبة. ميندي، أنت مين؟ اهدي شوية. إيه ده؟ أقدر أساعدك تصلحيه. أصلحه؟ طيب، يلا بينا. وقت الميك اب. يعني ينفع يغطي كل الحبوب دي؟ سهلة خالص، هنشيلها كمان. دي غريبة شوية. بعد كده هنحط باتشز. أحسن بكتير، ده هيكون مفيد. طعمه حلو. ديلايت. أطفالي. واو، ده رائع جدا. فيو، 100 من 100. انا معاكو. اديني العصايا. ما تخلينيش. اوتش، عينيا. هجوم يا فك. كيا، احنا بنتصرف بغرابة. خافوا مني. بلاش يا ربي. ودلوقتي انتي. يا جماعة، اعملوا لايك عشان نهزم كين. يلا قربنا. تعالولي. الايد بتتحرك. ايوه. لا، العرض انتهى. لا. ايوه. هاي العصاية. ابعد عني. بصي كين، خسارة. قصدي انت مسكين. الميك اب خلص، بعد كده الشعر. ايه اللي بيحصل؟ عادي، هتشوفي. ترى تدريب اللكمات، بحب ده. استني، لا ده للشعر، كنت عارفة كده. يلا نرفع الستايل درجة. ايه رأيك في الشعر القصير؟ يا ترى أخاطر؟ لا لا. طيب ايه رأيك في ده؟ هتأكد انه على الموضة. مش متأكدة. عندنا موسم تاني نصوره. أسفة. أي حاجة تانية؟ في حاجة. حلو، دي ليكي. أنا هنام. هو فين؟ مستر ديلايت. أنا سعيد جدا. بجد؟ أنا سعيد علشان الشوكولاتة. أوف يا جماعة، قولوا لنا في التعليقات لو بتحبوا الشوكولاتة. أنت الشوكولاتة بتاعتي. خلصتها، هجيب أكتر. أوتش، إيه الصوت ده؟ هاكل علشان أهدى. عاملة إيه؟ كويسة. رائع، باي. هو اداني لايك. لطيف. ديلايت، انت فين؟ مختفية. اعمل ايه؟ عرفت، هعمل رسمة. دروس الرسم بتاعتي اخيرا هتفيدني. ايه ده؟ ايه الاخبار؟ مخيفة. ايه اللي حصل في راسك؟ اتخبط. ومش فارق معايا، كنت بجري في الممر زي الساذجة. فجأة قفل الباب عليا.
القصة دي مؤلمة. مضحكة جداً يا بومني. أسفة، قصدي أنا مهرجة في الآخر. هختلك توب. عرفت، توب موديل تروم تروم. مش قادرة استنى أبدأ العرض. يلا ابدأي على طول. ابتسمي، لفي، عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. طيب، أوه كده كويس؟ اقفلي عينيكي يا فيفي، سيبي ده. أوكي، إيه رأيك في ده؟ لا يا باباراتسي، ما تقتحموش خصوصيتي، ممنوع الصور. حبيبتي أنتي مش كايلي جينر. أوه طيب، مفيش أوتوغرافس. إيه رأيك في ده؟ عندك أفكار؟ واو، التوب بتاعك حلو قوي، ده هيعجبك؟ لايك مني. أمي، ده عمل لي لايك. أختي، إحنا بننجح. التوب خلص، الباقي عامل إيه؟ وحش، أنا محتاجة سكرت جديدة، دي حالة طريقة. استني، إهدي، خدي نفس. اتفضلي. أوه، دي مش هي، مش هي؟ مفيش مشكلة، هجيبها لك حالا. هي فين؟ أوه، أنا جاية. إيه رأيك في دي؟ هصلحها. آه، بلاش عليا. أهو، إيه رأيك؟ حاسة بإيه؟ فيفي، بتعملي إيه؟ هاخدها بالراحة. آه، رجعيها. هي دي؟ الفتحات مش موضة، خدي، خليكي بس ثابتة. هخلص بسرعة. مخيف، واو، بالسرعة دي؟ عجبتني. دلوقتي هو ده الكلام، سكرت أحلامي خلصت، إحنا بننجح. إيه اللي بعده؟ بعد كده الزفاف. في إيه؟ زفاف فاخر معاه. بلاش، أنا لابسة فستان وهو هيديني بوكيه. هرميه لأصحابي. أوبس. وبعدين قبلة، اللحظة اللي هيقبل فيها الشوكولاتة، هياكلها لحد آخر قطمة. هي ده حتى مش بيشاركها. انت رايح فين؟ انا قلبي اتحطم. ايه الدراما دي؟ ايه ديلايت؟ ايه ده؟ صحيح الاسورة، هل ساعديني؟ لا، ضغط دمي عالي. وبجد فكري في الموضوع ديلايت، بطلي سذاجة، انت اللي بطلي. كيو مشي، مش بالسرعة دي. طيب خلاص، هعملك اسورة يا مجنونة. هو ده الصح، ابدأي فورا. أقلم رصاص؟ أسئلة كتير قوي. استني، هقص الأقلم بكتر بسرعة. هي ده بياخد مجهود كبير. هقص الخيط واعمل فتحات في الأقلام ومرر الخيط. هضيف خرز بيلمع وفوالا. حبيتها، دي ذوقي جدا. أمنيتي اتحققت. بصي على ده، استني بس، شوفي اقدر اعمل ايه. شكلي احلى بيها من كين. كين؟ لا، ده انا بومني. انت متاكده؟ ترى شويه سحر. واو، اهي ادوات الحلق. طيب انا واثقه فيكي، خدي بريك. هنقطع الاقلام اكتر اكتر.
واختر. ممتع جدا. بعد كده السلاسل هقصها. دلوقتي بقت مثالية. الحلق بستايل ديلايت خلص. هشطبه من الليست. بامني ايه رايك؟ خلينا نشوف. الرقبة شكلها فاضي. في الهدف لايق على الضوافر. واو، ممكن تساعديني في الشوز؟ مريحة؟ مش ممكن. لا بهزر. طيب دي؟ لا. ممكن نروح للكلاسيك. اللبس خلص، يلا بينا. هاي ما تتسرعيش، امشي. بيكاب اكيد. طيب كنت فاكرة انه هيكون اسهل. يلا يا صديقتي اهو. انت كويسة؟ ايوه يعني مبسوط. استني شوكولاتتي مش كويسة. لا هي رايح فين؟ هي ايه مشكلته؟ اوتش ميس ديلايت، ما حدش بيهتم بيا حتى انتي، كله على الفاضي. ديلايت طيب انا عرفت. هي مستر وميس ديلايت، شوكولاتة الحب. معاناتي مش هتنتهي ابدا. كانت هنا في مكان. لا مش دلوقتي. اوه الشوكولاتة دي سهلة. شكرا يا رجثة. ده هو رجثة. بصي على ده، ده شاب رهيب. ايه الزحمة دي كلها؟ خلاص كده المعاناة انتهت. بومني راحت فين؟ وكان هنا. انا خلصت. ترى ايه ده؟ هدية عيد الميلاد ليا. هو عيد ميلادك؟ ايوه شكرا. المقلب نجح. انا مش بحب الهدية دي. مش مهم، تعالوا لحفلة عيد الميلاد. واو مين كمان معزوم؟ جاكس. هي رجثة. هي يا وسيم، انا لازم امشي. انا كمان جاي. هو مشي بسرعة تاني. في ايه؟ بامي تعالي معايا، هنكون ملكة الجامعة. انتي مجنونة، ما عندكيش اختيار. ايه الصوت ده؟ اوه لا ده كوفمو. من فضلك ما تأذنيش. اجري. رايحين فين؟ انا جبت لكم ورد. انك تكوني ملكة الجامعة حاجة هايلة، بس شكلنا سيء. لحسن الحظ ده ممكن يتصلح. ازاي ده مش حلو؟ ايه؟ البس ايه؟ مفيش حاجة مناسبة. بامي ايه رأيك في ده؟ مفيش فايدة. بامي اهدي، ركزي شوية، افردي ظهرك. مش نافع برضو. عندي فكرة، بصي ده جاكس. مش نافع. اوبس ايه ده؟ خطة، خطة ميك اوفر. الميك اب هو أول حاجة لازم نعملها. يلا نبدأ، الوقت هيبدأ دلوقتي. جاكس، كين، ده مخصوص علشانكو. ده ميك اب كتير، أعمل إيه بيه؟ ها؟ هاي بامني، أنت كويسة؟
أوه لا، عارفة هعمل إيه. بامني اصحي. أوه إيه ده؟ الميك اب أساساً لغز كبير بالنسبة لي. بامني ما تعيطيش، هساعدك. أول حاجة هتغسلي وشك. إيه ده؟ أوكي ده ممكن. واو ده ممتع. يا ربي البوبلز في كل حتة. بامني كفاية. أوه يا جماعة اعملوا لايك عشان تساعدونا ننزل من فضلكو. يوهو. أوه بامني كل ده بسبب البابلز بتاعتك. هغسل الميك اب من عليكي بنفسي. تمام بشرتك بتلمع. طيب ايه اللي بعد كده؟ رجثة؟ فاونديشن، بودرة وش، بلاش، دلوقتي الاي شادو. نبدا بالجفن اللي فوق، نضيف هايلايتر قريب من الرموش، نعمل اي لاينر، نضيف الرموش وراين ستون. بو بهزر. فهمتي هتعملي ايه؟ اظن كده. اي شادو، هايلايتر، الجفن اللي تحت، اي لاينر، رموش وراين ستون. كل اللي فاضل الشفايف. اهو اول حاجه هنعلم عليها. اظن ان انا محتاجه شعر اطول. اوه ايوه ده اللي انا محتاجاه. بيونكا وواحده كمان. الخصل دي هنعملها ضفيره، نزينها بحلقات. رائع شكلي ايه جميل. انا عايزه افرد الكيرلز. اهو مجموعه من كليبسات الشعر. وفيونكا لا دي عاديه، الزراير بس هي اللي هتنقذ الموقف. واو نرش جليتر في كل مكان. والفيونكا جاهزه جميله. التسريحات خلصت، لازم نروح الجامعه. انا مش هروح اي مكان. انتي مجنونه، يلا بينا. اوتش هو ده مستحيل، ده جاكس ويكين. بامني ارجعي. انتي هتيجي معايا. مش هاجي، هتيجي. انا اسفه سنتي. اوبسي فين عينيا؟ ايه رايك تستخدم زرار بدلها؟ طبعا لا، في الواقع دي فكره كويسه. الدعوات بتاعتي. هساعدك. فين عيني؟ دي اخر واحده. واو كنت واثقه. فين عينيا؟ انا هاخدها. لا رجعيها. مش مهم، ممكن تاخديها. معايا العين التانية. اوبس انا كويسة. اهو معانا الاتنين. ايه ده دعوات؟ انا كمان عايزة واحدة. شكرا. شكرا ليك. ايه ده انتي صدقتي؟ دي مش مضحكة. احنا هنروح حفلة، يلا نسرع.
محتاجين فساتين سهرة، دول ممكن يكونوا مناسبين. حد بيرن جرس الباب، يلا نشوف. مفيش حد، ده غريب. أم هاخد دول فساتيننا، اختفوا، انتهى الموضوع بالنسبة لنا. أوه، أنا عاجبني جدا اللبس ده، هجربه. جميل. أنا ما عنديش فستان، هدور على النت، هجرب. What؟ هي دي يويو؟ مش ذوقي، ده فستان غريب جدا. لا ده مثالي، الكرسي هيخليه احسن بكتير، هعمله في ثانية. هزين الكرسي بزراير مختلفة. اوه واو، اهو رائع. احنا خلصنا الهدوم. اوكي جاكس حبيبي، دي واحدة محتاجة هدية، هيعجب بيا على طول، فكرة كويسة. هبدأ شغل، ممكن أدي إيه لجاكس؟ أوه أمي، أفضل هدية في العالم. جاكس، هتكوني الوحيدة اللي هرقص معاها. ترم ترم. أوكي، الخطوة الجاية الحلق. جوانتي. الحلق. جوانتي. مش مهم، ما تعيطيش. طيب هي ازرق ولا احمر؟ ازرق، هقطعه. ايوه نفع، دلوقتي هخيط. ها؟ ليه صغير كده؟ طيب أنا هساعدك. مضخة؟ لازم أعمل كل حاجة بنفسي. هخلي جوانتي أكبر. أوبس. واو، حبيته. المفروض أعمل إيه؟ أنا عارفة. برنتي، ها؟ ده سحر، بصي، أكيد موجود في مكان هنا، لقيته. جوانتي مثالي لصديقة مثالية. واو، أنا مدينة لك. جميل جدا. رسالة؟ الحفلة على قدم وساق. بسرعة، مفيش وقت نضيعه. الحفلة هتخلص قريب، إحنا متأخرين. ما تتوتريش، لسه نقدر نلحقها. فيو، وصلنا. جاهزة؟ أيوة، يلا بينا. إحنا قربنا جدا. مش بالسرعة دي. إيه اللي بيحصل؟ أو لأ، رجعنا لحالتنا القديمة، كل حاجة راحت فين؟ مينفعش نروح الحفلة كده. اهدي، يلا بينا. مش هنلحق، مفيش فايدة. واو، الترابيزة دي جت منين؟ أهي مية مايسلر، اغسلي الميك اب بتاعك. الميك اب تشيل. هايل، الخطوة الأولى من الخطة انتهت. الخطوة اللي بعدها التألق، أنا راجعة على طول.
راجل اتأخرت قوي. ايه ده؟ اوه، دي حاجة ممكن استخدمها للميك اب. اللون غريب، هجربه. واحد، اتنين، وخلاص بقى عندي خدود حمراء. يا رب يا بومني، ايه اللي بتعمليه ده؟ جميل مش كده؟ لا، هو ده الميك اب. فهمت. عارفين ازاي الرولر دي وصلت هنا؟ اكتبوا لنا في التعليقات. هنبدأ شغل. كريم أساس، آي شادو، آي لاينر، جليتر، الجفن السفلي، لمعة بزوايا العين الداخلية، رموش، وخلاص. أنا جعانة. المربى هتكون سناك جميلة، وممكن استخدمها على شفايفي كمان. لأ، ما أقدرش. طيب، هستخدم أحمر شفايف. خلاص. يا ربي، لازم أمشي لسه. بومني، أنتي ليه مستعجلة؟ في الحقيقة إحنا خلصنا الخطوة دي. جاكس، أنا جاية. جاكس، بالراحة، أنا أخيراً وصلت. كل ده على الفاضي، هو مش هيحبني أبداً. بومني، إيه المشكلة؟ قوليلي. غنيت له أغنية حب وخبطني بالباب. أكبر فشل في حياتي. ما تزعليش، في لبان في شعرك. فعلاً دي آخر حاجة كنت محتاجاها. إيه دي؟ التلج هينقذ الموقف. خلينا نستنى شوية ونشيل اللبان. بالراحة، جاهزة. مقرفة. دوات الشعر، يلا نشوف. لا لا، ده عاجبني، اخترته. هي دي شرايط في يونكات. واو، هشيل الجوانتي وهبدأ اعملهم. قصي الشريط واعمليه حلقة، ووصليه في النص. اعملي فيونكتين ووصليهم. ثبتيهم على دبوس شعر وخلاص. واو. هنكمل الشعر. نعمل ديل الحصان ونضيف دبابيس. رائع، أنا جبتلك تريت. جاكس حبيبي، اليوم هيجي. بومني، تقبلي تتجوزيني؟ طبعا يا جاكس. أنا سعيد جدا، كل أحلامي اتحققت. أوه جاكس، أوبس، أنت نجحتي في المهمة. طب أجيب واحد منين؟ ليه بتصرخي؟ أنا اهتميت بالموضوع. واو، شكله رائع. لكن السؤال، هعمل إيه في السكيرت؟ دي مش حلوة. أنا هدور في حاجاتي. لأ، هي أكيد لأ. أوه، ليه في طوق نجاة؟ كفاية، أنا مش محتاجة برنيطة. فيو، خلاص كده، مفيش حاجة كويسة. ما تعيطيش يا بومني. شكرا يا حبيبتي،
إحنا هنلاقي حل، صدقيني. أهو، دوري في الأدراج. أوبس، محرج. الإسكارت هتكون مفيدة. أنا هحسنها بالشرايط. خلصت. بامي. What? في إيه؟ إحنا لسه ما خلصناش. أهو خيط وقطعة قماش. شكرا أعتقد. هخيط أكمام. وهضيف شريط مطاط. ممل جدا. أخيرا. شوية سحر وفوالا. الأكمام جاهزة. كله تمام. أنا مش مصدق، هما بيعملوا حاجات حلوة. مش هقدر أتحمل كده. لازم أصعب الأمور عليهم. جات لي فكرة. أنا هبوظ الشيرت الحلو. وهبوظ حاجة كمان. ممل. مش ده. أوه، ده مشوق. ده بيقلب إيدي. فيو، أحسن بكتير. إيه اللي بيحصل؟ أوه لأ، حد بوظ التوب بتاعي. كفاية عياط، أنا بترجاكي. أنا عندي فكرة رائعة. هقطع الياقة، هي لسه كويسة. جربيها. إيه؟ يا ربي. لازم نطول الجوانتي دلوقتي حالا. أيوة، دلوقتي أنا مبسوطة. الصوت ده كان إيه؟ آسفة يا بامني، الحلقة بتاعك. أو لأ، أنا عارفة إزاي نعمل واحد جديد. هعمل دايرة مسطحة من الصلصال. هختار ألوان. وفي فرشة نقدر نضيف التصميم. هنضيف دلات الحلق والحلق هيكون جاهز. جميل، شكرا. عملناها فعلا. تألق تمام، شعر تمام، هدوم تمام، كل الاكسسوارات في مكانها. هدية عيد ميلاد تمام. راجثة بسرعة، ده مذهل. في ضيوف كتير قوي. هو ده اللبس الوحيد اللي كان متاح ليكي؟ جاكس هو فين؟ هي يا جماعة. جاكس ده جه. استنى. يا ربي، كنت هقع. جاكس. أنا مسكتك، ما تخافيش. واو، جاكس وقع في الحب. ترقصي؟ أحب جدا. هيكون حقيقي المرة دي. لا، ده على جثتي. إيه اللي بيحصل؟ ساعدوني. كل ده بسببك أنت وتصرفاتك. أنا عايز بومني تاني. لازم تعديني أنا الأول. خد دي. طيب، أنا هستسلم. كفاية، وقت الرجوع تاني. ما تحاوليش تلعبي مع الفراغ. أنا هرجع. ميو، أنا خلاص مش عايز آكل. أنا عايزة أرجع لبابا وماما. أنتي ها؟ دلوقتي إحنا عيلتك الجديدة. إيه؟ أوه لأ لأ لأ.
أحسن بكتير دلوقتي. ألتراساوند. وداني. صح، أنا ما عنديش ودان. طيب ماشي خلاص، لو الفيديو ده وصل 20,000 لايك هسيبك تخرجي. هي أيوة، أنا مش سامع حاجة. ياي. سجين، أنا متأكد إنه مش هوصل 20,000 لايك. هما هيفضلوا هنا للأبد عشان يعملوا اللي أنا عايزه في سيرك الرقمي. إيه؟ أنا هعمل لايك، شكرا جدا. طيب تشاو. أنا هعدي الأول. فهمت، ده مش بيبي. ركسة، ده ليكي. روحي يا عروسة، ما تلاقيش انتي قدها. ما تبصيش، أنا هساعدك. يلا ركسة حبيبتي، أنا عندي تحدي صغير جدا ليكي. لازم تلاقي كل قطع زبل وتركبيهم مع بعض. عندك 60 ثانية عشان تخلصي. إيه؟ باي. يا ربي الشاب ده في كل مكان، فين جسمه؟ طيب تبلكي نفسك، انت تقدري تعمليها. لازم اتصرف بسرعة. اهو دي هتكون الرجل. عملتها، مش هتنفع. فين الباقي؟ الجسم اهو، مش عارفة اوصله. واو، دي ترامبولين، هنط اعلى. نفع. طيب يلا ركب الرجلين. جميل. الوقت بيخلص. سهلة قوي. في احتمال انه يكون فخ. هيهو، مفيش حاجة حصل. لا. لا 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 لا، أوتش، عينيا. هركب الدراع، عظيم. لا، الوقت ابتدى يخلص. بابل، استني، اديني الراس، أنا محتاجاها. بتاعتي. نفع. كل قطع زبل في مكانها. أنا همشي. أنا نجحت. بصي بيصورونا. هاي انتوا تعالوا خدوا كلوز اب. أنا بس. أهو مخرجي، اتحركي. أنا جاهز تماما. أهلا يا جاكس، ده هيكون تحديك الخاص. أنا جاهز تماما. أعمل إيه؟ طيب تشاو. ماما ميا، بيتزا باستا لامبورجيني. بعد إذنك بليسيمو رابتيتو بيرفكتو. اتفضل اقعد من فضلك، أنا هعدلها. العشاء هيكون بليسيمو. هخليها أحلى بالأعشاب. تشيلا بالليمون. إيه اللي بيحصل؟ مسكوزي، أنا عشت اللحظة شوية. يام يام. إيه ده؟ الطبق الرئيسي أرانب. أنا لازم أمشي. ميامور، إحنا محتاجين صلصة كريمة. ميامور، أنت ما خدتش إذني. ريبيتو ميو، ايه اللي بيحصل؟ استنى بص معايا. ايه؟ لا لا، من فضلك لا. بينج. ميو بامبينو، وهدف كمان. لا ماما ميا،
مارت سباجيتي. بيتزا لذيذة. بيتزا بيلا. أوبس، أنا ناس. أنت شرير جدا. إيه رأيك كده؟ ساندوتشي. قلبي اتكسر من العذاب ده. أوه أيوة، أنا كسبت. أوتش، أنا كويس مهما يحصل. أوه بيبي. ناك ناك، في حد هنا؟ أنا قلت افتحوا. أوتش، مفيش أمل إن أنا أخرج من هنا. إيه ده؟ افتحوا لي أرجوكوا يا ربي. إيه ده؟ أجمع اسمي من الحروف؟ فوكمو؟ غلط؟ متأكد؟ طيب إيه رأيك في ده؟ مافوكو؟ متأكد إنه مش اسمك؟ أوبس، في الحالة دي بوفمو كده صح؟ يا ربي أوتش، ليه كده؟ اوه انتي هنا. هي انتي بومي. ايوه رائع. مين الشاب ده؟ الملك الارنب. لحظه، انا مش مصدقك. ده جاكس اكيد. مش هستحمل الكذب ده. بما انك بتحب التحول قوي، اهو تحول تاني. لا يا بوم، احنا لسه ما خلصناش كلام. يلا نشوف انتي خايفه من ايه. لا لا، سيداتي سادتي، انتوا على وشك تشوفوا قتال القرن. معنا ماما في الزاويه اليمين. هي يا حبيبتي مامي. وبابا في الزاويه الشمال من الحلبه. هاي بيبي بابا. بداية قتال الآباء الجولة الأولى. لا أرجوكم لا. إيه مشكلتك يا أناني؟ إيه مشكلتك أنت يا متحكمة؟ كفاية من فضلكم، ده اللي هما محتاجينه، بابلز الحب. أوه حبيبتي. أوه حبيبي، أنا بحبك وأنا كمان بحبكم. هما راحوا فين دلوقتي؟ ده مش عادل. أهو الباب. راجثة، شفتي عضلاتي؟ هاي بومني، عملتيها. برافو، أنا مبسوطة قوي. باب، ده طريق للخروج. استنوا، رايحين فين؟ انسوا فكرة الخروج. يا شباب، انتوا ما اديتهمش 20,000 لايك، وده معناه ان هما هيفضلوا هنا. يا بنات، انا هتعامل معاه. هي ها؟ ايه اللي بيحصل؟ دي مغامرة جديدة ليكوا كلكم، معركة رأس. يا شباب، ابتدوا رأس. ايه ده؟ ها؟ هي بصي، المفروض نعيد ده؟ مش قادرة استحمل، احنا قربنا خلاص؟ لا، العرض لازم يستمر. أهو التحدي جديد. ساعدوني، أنا اتزنقت. فاكر نفسك مين؟ أنا اللي بدير المكان هنا.
هتعمل كل اللي أقول عليه. ده السيرك بتاعي وانتوا قرودي. يا صاحبي انت مجنون. اوه يا ربي خبوني. فيو مش قادرة استمر. مفيش مكان تستخبى فيه. اوبس ارنب سخيف. انا فين؟ جاكس هو فين؟ دورك جه. أمي خدي بالك. لا ساعديني. مفيش حد هينقذك دلوقتي. هي انتي. هو ده التابلت. هو فين حبيبتي؟ انا اقدر الاقيكي في اي مكان. السيرك الرقمي مسح. مين اللي عمل كده؟ لا نفق. طب دلوقتي ايه؟ كل حاجه بتختفي وانا كمان. ايه اللي بيحصل؟ هو انا فعلا دخلت الجامعه؟ ده جنان. أنا بان دلوقتي. رائع. مين هنا؟ هاي لا تعالي معايا. أنا بقيت فين؟ أنا بقول نلعب. لا أرجوك استعدي تكوني وحش. لا ايه؟ لا 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 يا بن بن مش هتعمل ده. ايه انت افضل من كده. بن بن مش شرير من زمان، هو في الواقع لطيف مش انا صح؟ هقولك القصه بتاعته. وقت الغدا. الساندوتش اللذيذ بتاعي. لازم تقللي من الجلوتين. الساندوتش هيكون بتاعي. فاشله. مش مشكله اهو الساندوتش بتاعي استمتعي. واو ده انت يا بن بن. الساندوتشات الغريبه مش المفضله عندي. وقاحة جدا منك. نسيت. ايه هما بيتنمروا على الضعيف؟ ده جنون. انا هعلمكم درس يا متنمرين. انت اكبر منه بكتير. ده غلط. كله كويس دلوقتي؟ احنا في الواقع بنلعب. انت لازم تبوظ كل حاجة يا بن بن. كانوا بيتنمروا عليك، ازاي ده ممكن؟ هاي. ها؟ فاشل. خد البريك في الدولاب يا أرنب. هاي. دي كانت أسوأ سنين في حياتي. أنا آسفة جدا. أنا لازم أمشي. إيه؟ وقاحة إنك تنطي وسط الكلام. أنا لازم أمشي. استني. لازم أخلص القصة بتاعتي. طفولي قوي. اشربي شوية شاي. اتفضلي عادي. القصة هتكمل. أنا وقفت فين؟ بن بن بتاعنا كبر شوية، ورغم ده كان أكبر فاشل في الجامعة. هاها فاشل كل يوم.